السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي على بالكم باللي مخلطة بين اللعابة في الكاميرون بين سونغو ايتو والانتقاد هادو، انت تقول لي باللي يجوا هنا يربحوا، وين باه يربحوا هما بيناتهم؟ راهي مخلطة بيناتهم اللعابة، يعني كيما نقول لك معنويات منحطة وانتقادات لاذعة، انتقادات ما كانش فما قعدوا فيك صحابة يعرفوا بولا، عندهم لعابة ديزونسيان جوار يعني اعلى مستوى، عندهم لاعبين كانوا ديزونسيان جوار اعلى مستوى لعبوا في الاحتراف، كي ينتقد لك كي يهضر لك على حاجة غادي تخرج لك. وين هضروا؟ وين الصحافه تاعهم؟ بالك بشهر هضروا قال لك الجزائريه اللي غادي تكاليفا. روحوا شوفوا ما واقع تاع الكاميرونيين، روحوا شوفوهم، روحوا شوفوهم. كانت الهداف كل يوم يحطوا لنا جوار يحطوا، اليوم الهداف هذو يومين ما حطوش كاع في الموقع تاعهم، كاع ما حطوش على الكاميرون ما هضروش. هاو قولوا بلي راهي مخلطه عندهم، خلطت عندهم. ها راه هذاك ابو بكر هذاك، وقلت لكم بلي غادي بن عمرية بسلو على المسطع، بسلو على المسطع، طرطق له المسطع وخرجه بريمير ميطو، هاكا حسيت بيه بلي غادي يعبسلو على المسطع، طرطق له المسطع طرطقها له، تا كريه، أيوا صاي كمل معاه وما غاديش يلعب، وين هو ديكلارا قالو إصابة خطيرة، ما غاديش يلعب، ما يجيش، ديجا اليوم، اليوم ما قيلا يجو، اليوم يدخلو، غادي ما يجيش. سونغوا إيطو محل إنتقادات. والأسود تدربت صبيحة أمس بمعنويات منحطة، ماشي يكون على بالك، توما على بالكم والله لا، والله لا، على بالك عندنا إعلام وعندنا بعض الجمال الشعب هكا، سورتو هادو ولاو يتبعوا من الدومي فينال ولا من الفينال تاع الجزائر كونت سينيغال، والله لا إله إلا الله، كي نتايا حنا كنا نهضرو نقولوا إلا جبنا فيكتوار من برا يعني التأهل، لا بتجيب فيكتوار. سجل اهداف ولا المهم، المهم ما تخسرش، وإلا خسرت خسر بأخف الاضرار هنا تكاليفي. ربحنا رب العالية، ربحنا على توصلوا، ربحنا كي انت بنادم صايك ربحنا صايك. انا تبان لي بلي الجمعه، الجمعه يوم الجمعه القرعه، لا قرعه الجمعه، قرعه الجمعه العشيه كاين قرعه تاع كوب دي مود برومي افريل، كاين جمعة كاين قرعة تاع حفل القرعة تاع كوب دي موند. انتو مالكم مهابيل ولا مالكم؟ ناس هاي بوجد ناس هاي تيجي تهدر لي نتايا، ناس هايك، ناس وجدت هايك 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 سي بون، تهدر لي كرة قدم، تهدر لي على الخليج خايب من الكاميرون، ناس هاي وجدت وانت تهدر لي قايم من الكاميرون، هما عندهم راهم المعنويات تحت الأرض. معنويات هودو لهم بالك واحد 200 متر تحت الارض، هاي مغروسه، هذه الكاميرون راك تهضر عليها اللي مازالت مخوفات الكاميرون، كي انت ربحتها في بلادها ومازلتو خايفين، هادي كاع مكاش، هادي هادي عقلية تاع ستاتيت، هادي عقلية تاع مكاش كاع، ما نأمنش أنايا، ربحنا ربحنا صاي سي بون. رانا رابحينهم، ها يلعبونا رابحينهم، ما يلعبوش رانا رابحينهم، صايد، ونبقاو حنا نبقاو كيفاه، خلونا نتفرجو بارتية، بنادم يريح يتفرج يشوف بارتية، أنا نقولولكم، غادي من 80 دقيقة، مي تبقى 10 دقايق غادي يخلصو، غادي الريق ينشف لهم، غادي يشفونا، 10 دقايق التالية، غادي الكاميرونيين. غادي منها غادي يقولوا للاربيت حبس خلينا نحتفلوا معاهم ونروحوا لديارنا، صاي طياره غادي تقلع بكري، انا نقول لكم. نعاودوا نولوا وين تدربت تشكيله المنتخب الكاميروني صبيحه امس بملعق الملعب جابوما بمعنويات منحطه بعد سقوط المدوي امام المنتخب الوطني الجزائري، حيث حاول الناخب سونغ رفع من معنويات رفقاء أبو بكر مذكر إياهم بلقاء الأياب الذي سيلعب بعد أيام، ولو أنه يدرك صعوبة التفاوض بملعب الشهيد مصطفى تشاكر الذي لم يعد الذي يعد مقبرة منافسين، يعني مقبرة جايين مقبرة جايين مقبرة، يا ودي راكم غالطين والله لا خسروها،
والله لا نبطحوها، انتك مهبول ولا مالك، والله لا نبطحك. كاميرون تربح هنا، انتك مهبول، والله لا نبطحو. ينبطحو والله لا خسروا. يخسروا الكاميرون تخسر هنا. أنا نقولك تخسر، انتك مهبول ولا مالك. وين الملعب السيد مصطفى تشاكر؟ وين الذي يعد مقبرة المنافسين الجزائر؟ وتعرض المدرب سونغ ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو لانتقادات شديدة من قبل الصحافة الكاميرونية والجماهير المحبة لأسود الجموحة، وخاصة نجم برشلونة الأسبق الذي اتهم بالغباء بعد قرار الذي اتخذه بتنحية المدرب أنطونيو وتعيين صديقه سونغ. يا ودي هما على بالكم اش عندهم؟ عندهم ذاك الجهوية تاع العرق، يعني كيما نقولوا حنايا عندهم جهة برشا في ليكيب ناسيونال جهوية. وين نقولوا باللي لا ودي هما ضروك صامويل إيتو ولا سونغ هذي ما يطيقون صحيح هذي الذي أثبت محدوديته في لقاء. أنا كون لاك وي خلاو هذاك لونترينر والله وخلاوه الاخر، كنا خلاوه ذاك لونترينر كنا نضربوهم بزوج ثلاثة. وسونغ الذي أثبت محدوديته في لقاء يوم الجمعة بدليل أن بالماضي قد تفوق عليه بالطول والعرض إلى درجة جعلت الأسود عاجزة عن خلق أي فرصة خطيرة على مدار 90 دقيقة. ما داروا والو الكاميرون أبار ديك الزوج هذيك زوج دقائق الأولى تاع الكوفرو هذيك اللي مبولحي خرجها. هذا مكان مملية الكاميرون ما دارت والو، ما داروا والو يا جماعة. وكانت خيارات سونغ فاشلة في لقاء يوم الجمعة حيث عجز عن إيجاد بديل للنجم نادي نابولي الإيطالي فارناك زامبو يعني الغائب بسبب الإصابة، كما لم يوافق في توظيف يعني عدة لاعبين بعد أن وضعه في مكان في ذواق الأيمن، وهو ما قلل من خطورته، وهو معروف بحسه التهديفي الكبير مع البايرن ميونخ عندما يلعب خلف المهاجم الصريح. ويسعى الطاقم الفني للمنتخب الكاميروني جاهدا لرفع من معنويات لاعبيه خلال التدريبات المرتقبه بالكاميرون على ان تشد تشكيله الرحيل صبيحه اليوم صوب الجزائر في رحله جويه مباشره، ان سيكون رفقاء الحارس اندريا اونانا على موعد مع حصه تدريبيه في امسيه بالملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبوليده. قعدت لكم مع صاحبي تجي تربح حتى بيت حط كليك الثانية حاسبينها سهلة، ما هي سهلة هذي مش قضية رانا حاقرينهم حاقرين الكاميرون، نحترمو الكاميرون نحترمو، بصح ما هيش دروك حنا دروك المنتخب الوطني باقي له خطوة، باقي خطوة باقي خطوة هكذا. قلت شو راك هنا بيتي تطلع ترقب على الكوب ديمونت، انتم تقولوا لنا انتم تقولوا لنا بلي غادي ها راوي راوي وين هذاك وين هذاك ابو بكر فانيك وين فانيك وين فانيك بلد ما يلعبش ان شاء الله بربي بعد ما غاديش يلعب باه. وين زاد فانيك هذاك اللاعب تاع بايرن ميونخ وين قال لهم على المواجهه التي جمعتهم يوم الجمعه ضد المنتخب الجزائري ضمن الدور الفاصل، وين قال شوفوا في تصريحات يعني لعبنا امام منتخب جزائري كبير اولى وعوده، وتبع عديد قائل الجزائر فضلت خطه دفاعيه بحته وهو ما فاجانا، ولم نكن ننتظر ابدا ان يلعب المنافس بهذه الطريقه التي اربكتنا. ليختتم حديثه قائلا سنذهب الى الجزائر من اجل العوده بتاشيره التاهل. شك يا ربي يا حي واحد، حنا دفعنا الدوسي تاعنا، حنا الدوسي دفعناه، دوسي والله دفعنا الدوسي تاع بيشيرك ولاسيرونس الاخرين باسبورات ولا تاع بصحيح، الناس قاعدة تفعل، وانت بس تقول بلي نربح، هو خطة، غيرنا خطة. يعني جيتو نتوما البلاك درتو خدمتو على خطط اللي لعبناهم في عندكم في ماك 3 باتش، يعني من بعد خاطش علاش جامي لعبنا بهذه الخطه، حنا جامي لعبنا بها على بالك ما لعبنا بها لا ماتش اميكو
ما لعبنا بها اللي ماتش اوفيسيال جامي لعبنا بها اول مره اول مره لعبنا بها لبال كان عمي سعدان كان سعدان واه على ولينا واحد اليوم قلنا يا ودي هذا المباراه كو سعدان علاه خاطر علاه سعدان كي بلع يبلع كيما هاك والله ما تفوت مزيان يسمع مليح بالماضي مزيان يسمع مزيان يعرف روحو بلي غلط هذه هي مليحة واحد كي يستعرف بلي غلط هذه هي قلنا نقارعو له باش يعرف روحو بلي غلط والناس هذوك صحاب تاع تو فابيان الله يرحم الشوابين ما تهضروش تاع تو فابيان ربي يسكتو لازم قاع العام قولوا ودي خاصنا تاع تو فابيان قاع مكاش كرة القدم مكاش تو فابيان شوف مقدونيا كي دارت الطليان مكاش قاع تو فابيان قاع العام قول خاصنا عمرك لا تقول يا ودي رانا ملاح قاع العام قول خاصنا خاص دير كيما دير باباك يدير لك تجيب لا موايا 14 قولوا يا ودي كي والو هذه هي